استقبل احمد عبد الجبار الكريم رئيس مجلس محافظه صلاح الدين وفدا من المجلس البلدي لقضاء طوز، وناقش معهم الواقع الامني في ضوء التطورات الميدانيه الحاليه. واكد الكريم خلال اللقاء ان قضاء طوز له اهميه خاصه لدى حكومه وشعب صلاح الدين، فهو يضم اطياف الشعب العراقي كافه التي طالما تعايشت بحب ووئام فيما بينها، مشيرا إلى أن هناك اتصالات ولقاءات لعودة الحياة بشكلها الطبيعي إلى القضاء، سيما ونحن نعيش أجواء الانتصارات على داعش الإرهابي.